مستوى الحج ما بشيدنا. كنت أم الناس في الصلاة، وكنت إذا هممت للركوع قلت في المايك الله أكبر قبل الركوع ليسمع الجمع من خلفي، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ المهم تتأكد أنهم لن يركعوا قبلك، لأنك ممكن تلبس على المأمومين، تقول الله أكبر وأنت قائم وجاي تهوي للسجود يكون نازل قبلك. فالمهم أنك تحرص على أن لا يسبقك المأمومون. الله يكرمك.